أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص في هذا المجلس الثالث: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يخبر تبارك وتعالى عن تجبر فرعون وتمسكه بمجرد الدعوة الباطلة، يغالط بهذا قومه وهو يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلم لكنه يريد المغالطة ويريد أن يستمر على استخفاف قومه واللعب بعقولهم. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال فرعون يا أيها الملأ، والملأ هم أشراف القوم وكبارهم. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وعلى رأس الملأ من؟ على رأس الملأ من؟ وزير هامان. وقد جاء هذا صريحا في سورة غافر، في سورة المؤمن، قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هنا يقول: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، يعني اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا، اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا، فاجعل لي صرحا من هذا الطين الذي توقد عليه، اجعل لي قصرا عاليا، اجعل لي قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني أصعد إليه، وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. وهذا نهاية ما يكون من العلو والاستكبار والسخرية والاستهزاء. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك زين لفرعون سوء عمل وصد عن السبيل. وهنا قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني لا يبعثون. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وتجاوزوا الحد، فنبذناهم في اليم، يعني طرحناهم في البحر. وهذا سبق كيف أغرق الله فرعون وجنده، وماذا قال فرعون عندما أدركه الغرق: فنبذناهم في اليم، يعني في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر يا محمد
أو انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة هؤلاء القوم، كيف صاروا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلناهم أئمة، صيرنا فرعون وهامان وكبار الملأ من قوم فرعون، صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكفر، وجعلناهم، الجعل هذا كوني قدري، فهذا جعل كوني قدري أي قدرنا ذلك وقضيناه. وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. لماذا؟ لماذا؟ أي نعم أحسنت، لأن هذا الزاني والسارق ذنبه يعود على نفسه، لكن ذاك كما قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، عكس هذا تماما من جعلهم الله للمتقين إماما، وجعلناهم الصنف الآخر من أهل الإيمان الصادقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا من دعاء المتقين واجعلنا للمتقين، من دعاء المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير. فلا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين من يكون إماما يدعو بقوله وفعله إلى النار، وبين من يكون إماما يدعو بقوله وفعله إلى الجنة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل من بعده إلى يوم القيامة. ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما يذكرون إلا بالبغض والمقت لفرعون وملئه. ويوم القيامة هم من المقبوحين، والمقبوح هو المطرد المبعد، يعني يوم القيامة هم من المقبوحين، هم من المطرودين المبعدين المهلكين الممقوتين. ولهذا العرب يقولون قبح الله فلانا، يعني أبعده من كل خير. بعد هذا رجع السياق مرة أخرى إلى ما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا هو التوراة بالإجماع. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون، بصائر للناس، يعني آتيناه الكتاب لأجل تبصير الناس به، لأجل يتبصر به الناس، ورحمة من الله جل وعلا رحمهم بها، لعلهم يتذكرون هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه. لأن إنزال الكتاب وإرسال الرسول نعمة، هي أجل النعم وأعظم النعم. هل يوجد عاقل يقايس بين نعمة الأكل والشرب واللبس والأمن ونعمة الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ لا يستوي، لأن إخراج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق الكتاب، سواء التوراة قبل محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك إن هذا يحوي سعادة الأبد. فقوم موسى الذين التزموا بالتوراة في عهد موسى لهم سعادة الأبد، والمؤمنون الذين التزموا بكتاب الله بالقرآن واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لهم سعادة الأبد.
إنه من يأتي ربه مؤمنا إنه ومن يأتي مؤمنا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فيشكرون هذه النعم. ثم رجع السياق والخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله جل ذكره وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي بجانب الوادي الغربي حين ناجى الله جل وعلا موسى حين ناجى موسى ربه إذ قضينا إلى موسى الأمر وعهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه ما كنت من الشاهدين ما كنت حاضرا حتى تقف على حقيقة ذلك وتحكيه من نفسك. طيب إذا كان ما هو من الشاهدين كيف جاء؟ من الوحي هذا من الوحي وهذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فعلمه صلى الله عليه وسلم علم رباني علم من الله وما كنت من الشاهدين إذا تقرر هذا فعلمك من رب العالمين الله هو اللي علمك ولكننا أنشأنا قرونا أي خلقنا أمما بين زمانك يا محمد وزمان موسى فتطاول عليهم العمر طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد وتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسيت الأديان وتركوا ما عهد إليهم وما أمرهم الله تعالى به ولكن أنشأنا قرون فتطاول عليهم العمر تطاول عليهم ونسوا كثيرا مما ذكروا به وأعطوا. وما كنت أيضا يا محمد ثاويا في أهل مدين ثوى بالمكان يعني أقام وبقي فيه ما كنت مقيما كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك. هل جلست أنت يا محمد في مدين؟ ما جلست. إذن من أين جاءك هذا العلم وهذه الأخبار وهذا القصص عن موسى إلا من رب العالمين عن طريق الوحي. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم أو تذكرهم الوعد والوعيد ولكننا كنا مرسلين أرسلناك بالحق إلى أهل مكة وإلى هذه الأمة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا إخبارنا لك لما علمت لولا إخبارنا لك لما علمت بشيء من ذلك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أيضا الطور الجبل المسمى بالطور وإن كان ابن كثير أورد فرق يقول الفرق بين الجبل والطور أن الطور هو الجبل اللي يكون عليه نبات مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى وأما إذا لم يكن عليه نبات فلا يسمى طورا وإنما يقال له جبل. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين ولكن رحمة من ربك فعلنا ذلك رحمة منا بكم وعلمناك وعرفناك لتنذر قوما وهم العرب وأهل مكة ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لولا أن تصيبهم مصيبة مثل ماذا مصيبة؟ القحط موت مواشيهم نزول العقوبة بهم أي مصيبة تنزل بهم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم
يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلناهم بالعقوبة بكفرهم، إما بعقوبة قحط أو استئصال أو أي عقوبة من العقوبات. فلولا هذه هي الامتناعية، لولا أن تصيبهم مصيبة، مثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعض المفسرين يقول في تقدير هنا ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدم لعاجلناهم بالعقوبة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا لولا أرسل فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل أرسلت إلينا رسولا من عندك فنتبع آياتك، الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة، ونكون من المؤمنين بهذه الآيات. يعني كانوا يقول لو أن إن لو كان الله جل وعلا هنا قال لو أن إن لو عذبناهم لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل وما جاءنا رسول، ما أرسلت لنا رسولا، ويظنون أن هذا عذر لهم، وهذا ليس بعذر، ليس بعذر، لأن بلغتهم هم أخبار الرسل، عندهم علم بأخبار الرسل، ولكن من باب إكمال الحجة وإزاحة العلة أتممنا الأمر ببعثك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هنا فيه بيان أن أهل الجاهلية أنهم لهم عذر ولا ما لهم عذر؟ لماذا ما لهم عذر؟ لأن عندهم بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، عندهم بقايا دين الخليل عليه السلام، لكن مع ذلك تمم الله الأمر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون، فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق من عندنا جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والواضحات ونزل القرآن، قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة التي نزلت عليه جملة واحدة. طيب قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني قبل هذا القول أو من قبل ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد، وكأن السياق والخطاب يشير إلى يعني ينص على أناس من أهل الكتاب، لأن بين أهل الكتاب وبين المشركين وجوه شبه وبينهم سؤالات. ولهذا هنا دائما يقترحون كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، هنا يقول الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، يقصدون محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. والتظاهر يعني تظاهر يعني تعاون على السحر، موسى سحر في وقته ومحمد سحر في وقته، ولهذا لما طلبوا انشقاق القمر قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر قال الله وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ولاحظ سبحان الله تشابه قلوب الكافرين، الآن فرعون وقومه يقول موسى أنت ساحر وفعلك سحر، وقريش كفار قريش يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، إن هذا إلا سحر يؤثر، تشابهت قلوبهم. وهنا يقولون سحران تظاهرا، يقصدون موسى ومحمد، قالوا سحران يعني ساحران تظاهرا يعني تعاونا على السحر، وقالوا إنا بكل كافرون. يعني يكون الخطاب هنا لليهود، قالوا سحراني، في قراءة جمهور القراء قالوا ساحراني، فالآية فيها قراءة سحران وساحران،
تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، يعني بكل من موسى ومحمد أو من موسى وهارون أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال. المهم إن هذه الآية الكريمة تدل على تشابه قلوب الكافرين في رد دعوة المرسلين. قال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله، قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة أو من القرآن، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى منهما يعني من التوراة ومن القرآن، أتبعه إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما وصفتم به الرسولين أو الكتابين. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك يعني لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني آراءهم الزائفة. وما هناك شيء أخطر على الإنسان من اتباع الهوى، ولهذا سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وقالوا الهوى هو الهوان سرقت نونه، قالوا الهوى هو الهوان سرقت نونه. وقد تعددت الآيات الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الدلالة على أن اتباع الهوى من أخطر ما يكون على العبد، كما قال الله: فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكرون، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما هناك أخطر على الإنسان أنه يتبع هواه، يقال له هذا الدليل الشرعي ثم يحيد عنه، يحيد عن الدليل الشرعي، يقال هذا الدليل من القرآن والسنة ما يقبل، يتبع الهوى. وقد جاء في الحديث: ثلاث مهلكات، هوى مطاع وشح متبع وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه. فإنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما هناك أضل من أحد يتبع هواه بغير هدى من الله، لأنه إذا جاء الهدى زاحم الهوى، إذا جاء الهدى زاحم الهوى. بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر وتكذيب المرسلين. ثم قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، ولقد وصلنا يعني أتممنا لهم القول، لمن؟ ولقد وصلنا للكفار، نعم، وصلنا لهم القول وتممنا القول لهم وتابعنا الآيات وعرضنا من الحجج والبراهين لعلهم يتذكرون، فيكون التذكر سببا لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، قال لهم أهل الكتاب كذا، هنا يقول الله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، قال لهم اليهود من قبل، يعني من قبله الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، نعم، هم به يؤمنون. فهناك طائفة من بني إسرائيل آمنوا بالقرآن، وهم عبد الله بن سلام وغيره، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من الكتاب، هؤلاء من الله عليهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون.
وقيل إن الضمير في به يرجع إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رجع الضمير إلى القرآن فمن باب أولى أن يدخل في هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، يعني إذا قرأ القرآن عليهم قالوا صدقنا بالقرآن، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني مخلصين لله جل وعلا بالتوحيد، أو مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءه بما جاء به، لأننا نعلم صفته ونعته في كتابنا في التوراة، من أنه كما قال الله عز وجل فلما جاءهم ما كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالتوراة والإنجيل كلها بشرت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرته بصفته، فيقول إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء قال الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. كيف يؤتون أجرهم مرتين؟ أي نعم، لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والكتاب الآخر وبالنبي الأول والنبي الآخر. يؤتون أولئك يؤتون أجرهم مرتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بي، آمن برسوله وآمن بي بما صبروا، الباء هنا للسببية، أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتابين وبالرسولين. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني الدرء هو الدفع، يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن جميع ما يلاقونه من الأذى. ويدرؤون كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون في أموالهم في طاعة الله عز وجل وفيما أمر به. ثم مدحهم بأنهم أناس يعرضون عن لغو الكلام وما يسمعونه من الكلام السيء أو السب أو الشتم، كما قال تعالى عنهم وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال والذين هم عن اللغو معرضون، فقال هنا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، صدوا عنه، تأدبوا بآداب الشرع، حتى إذا سمعوا من المشركين السب والشتم لدينهم والاستهزاء بهم قالوا لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وليس المراد من السلام هنا التحية، لا، لكن المراد به سلام المتاركة، سلام المتاركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فهنا المراد سلام المتاركة، يعني معناه أمنة لكم وسلامة، لا نجازيكم ولا نجاوبكم على سبكم وعلى شتمكم وما إلى ذلك، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب صحبتهم. وقول هنا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كل من عصى الله فهو جاهل. وش الدليل؟ هل في دليل؟ أحسنت. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، فكل من عصى الله جاهل، إما أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو يكون جاهلا بعظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه.
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والجهل من أضر ما يكون على الإنسان، لأن الجهل الآن لو لاحظت الجهل إنه من أعظم الأسباب في وضع المسلمين الآن. المسلمون اليوم يعانون من الضعف والقلة والذلة والتخلف في أشياء كثيرة، لا بسبب دينهم لكن بسببهم هم، بسبب الجهل. كثير من المسلمين اليوم جهلوا كتاب الله سبحانه وتعالى، جهلوا تفسير كتاب الله، جهلوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جهلوا الأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل شيء في القرآن. يعني لو تدبرنا القرآن الكريم وعملنا بما فيه صلحت أمور ديننا ودنيانا. الله سبحانه وتعالى قال في أسباب القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقالوا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال: هو سماكم المسلمين. انظر الآن في وضع كثير من المسلمين اليوم، تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الجهل، الجهل بكتاب الله، الجهل بتفسيره، الجهل بتطبيقه وتدبره والعمل به، هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحال. ولا فلاح ولا نجاة للمسلمين أفرادا وجماعات حكومات وشعوب إلا بالرجوع إلى هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه وتحكيمه والتحاكم إليه في جميع شؤون الحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بل قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال جل وعلا: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن هجوم أعداء الإسلام على الإسلام بسبب الجهل، ضعف المسلمين بسبب الجهل، تكاثر النوازل والكوارث على المسلمين بسبب الجهل. الآن بعض الناس يقول: لا نحن في عصر العلم. نحن في عصر العلم، لكن علم جانب دون جانب. أما العلم الشرعي فلسنا في عصر العلم صراحة. أسباب المادية، نعم، قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري: والله إنه لا يبلغ بأحدهم أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن كيف يصلي. وهذا واقع كثير من الناس اليوم، إنه يعلم أمور الدنيا، دقائق أحوال أمور الدنيا وأسبابها، لكنه لا يعرف من أحكام دينه ولا عشر ما معشار ما يعرفه من أحكام الدنيا. يعرف من أحكام الدنيا الشيء الكثير، لا تقارن مع أحكام الدين، ما يعرف ولا عشر معشار ما يعرف من أحكام الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الصحابة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.